السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير تشيز كيك. شوفوا طريقه مبسطه وسهله جدا لتحضير تشيز كيك، وجي مذاق تاعها رائع ولذيذ جدا. لتحضير تشيز كيك نحتاج الى 2 كيسان او 450 مليلتر تاع قشده طريه، هذه غادي نطلعوها نرجعوها شونتيي، 2 مغارف سكر عادي، 250 غرام تاع فرماج او جبن ماسكاربون، 150 غرام زبده دائبه، تقدروا يعني تخلوها بحراره البيت او تذوبوها، مغرف صغيره تاع عصير ليمون، مغرف صغيره فانيليا، 160 غرام جبن، اختاروا اي جبن يعني تبغوه، جبن عادي، كل وحده 80 غرام، 330 غرام تاع بسكوي او غاليطه. بسكوي كذلك ديروا اي بسكوي تبغوه، يعني ما نشقى مقيدين اي نوع تاع بسكوي، اي بسكوي تبغوه ديروه. هنا راني طاحناته، وهنا غادي نزينو، هنا عندي غادي نزين بالمغمولاد. انا اختاريت هذا النوع مغمولاد دو فرامبواز، وانتوما يعني قادرين ديروا اي مربى يكون عندكم واي نكهه يعني تبغوها. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. اذا اول شيء نفرغوا الزبدة تاعنا فوق البسكوي ونخلطو، هنا كيما قلت لكم بسكويت يعني ديروا اي نوع تبغوه، وكي تطحنوه يعني ما تطحنوش حتى يولي بودرة او بودر، يعني غير شوية يبقاو لنا شوية وحدين غلاط باش ثاني كي ناكلوهم نحسوا يعني لونو نعضوا فيهم شويه. زيد فرغ الكميه اللي بقات، اذا نفرغوا البسكويت تاعنا فوق الصينيه. هنايا في الصينية من الافضل يعني ديروا الصينية اللي تنتحل لكم من تحت او من الحواشي عفوا، باش تساعدكم باش غير تحلوها هكذا، ونمشوا البسكويت تاعنا في كامل نواحي الصينية، ونستعملوا اي حاجه يعني تكون مسطحه من تحت، كاس او اي حاجه يعني تكون مسطحه نستعملوها باش ندركوا بها مليح على البسكوي. لازم يكون يعني مملس من الفوق ومدروك مليح هكذا. كما راكم تشوفوا قلت لكم يعني خلوها هكا حبات تاعها شويه يكونوا بار شويه، ما طحنوهاش بزاف باش نقدو يعني نحسو به وحنا ناكلو ونمضغوه في فمنا. راني ضغطت مليح على البسكويت تاعي، الان راح ندخلوه للثلاجه ونخلوه لو طون اللي نخدمو لا كريم تاعنا او الكريمه تاعنا. في الخلاط تاعنا راح نطلعو القشده الطريه، اذا نحط هذه القشده هنا في الخلاط ونزيد لها السكر 2 مغارف سكر ونخليهم يتخلطوا مليح حتى تتقال لنا غايه. اذا بعد ما تطلع لنا لا كريم فريش تاعنا وتولي كيما هكا ثقيله تولي شونتيي، الان راح نضيفوا لها فرماج تاعنا. اول شيء فرماج المربع، زيدوا كذلك فرماج الماسكاربون، اذا ما لقيتوش الماسكاربون فرماج هي الماسكاربون يعني هو افضل، اذا ما لقيتوش قادرين تعوضوه يعني
اي فخوماج يكون كريمي او فخوماج اللي يكون للطلا او التارتيني، ديروا بيه تشيز كيك تاعكم. نضيفوا لها عصير الليمون والفانيليا ونخلوهم يتخلطوا كاع مع بعض. الكريمة تاعنا راهي جاهزة هكذا. الآن نجيبوا البسكوي تاعنا، نخرجوه من الثلاجة ونفرغوا نصف كمية الكريمة فوق البسكوي. فروغي نصفه، ما نفرغوش كاع. ونمشوها على كامل الصينية هكذا. هكذا. ونفرغوا شوية تاع المرمولاد تاعنا، حطوها غير من فوق هكذا. كما قلت لكم نتوما قادرين تستعملوا اي مربى والنكهه اللي تبغوها، فراوله او اي نكهه تبغوها. هذا انا راني نستعمله مرمولاد تاع التوت او فرامبواز. نفرغ شويه هاك، وهي من الافضل يعني تستعملوا المربى اللي يكون فيه حبيبات يعني باينين فيه، ما يكونش مطحون كاع، يكونوا فيه حبيبات، يجي المذاق تاعه رائع ويجو الحبيبات باينين فيه. هكذا نوزع لكم، نوزع المرمولاد تاعي على كل التشيز كيك فوق الكريمة. لهذا الشيء يعني ما كترناش السكر، درنا غير زوج مغارف مع لا كريم فريش لان المربى حلو هكذا. ونزيدو نفرغوا الكميه اللي بقات لنا تاع الكريمه. ونمشوها مليح هكذا. الآن راح نزيدو الطبقة الأخيرة واللي هي توجور مرمولاد أو المربى هكذا. الآن راح نجيبو كيغدون ونمشوها كيما هاك، نخلطو يعني من الفوق للتحت باش تولي، باش يولي السطح تاعنا مغبغي هكذا. الان راح ندخلوها للثلاجه تقعد 8 ساعات او اكثر، يعني كل ما تخلوها يعني كل ما تكون كل ما يكون افضل. اذا قدرتوا تخلوها تبات ليله كامله يكون افضل، اذا من 8 ساعات وروح. واذا كنتم مقلقين بزاف او كانوا عندكم ضياف قادرين ديروها في المجمد وتخلوها فقط ساعه. اذا ندخلوها للثلاجه ومن بعد نشوفوها. تشيز كيك تاعنا راهي وجدت، تجي متماسكه بدون جيلاتين بدون فرن، يعني نديروه بارد غير في الثلاجه. نقربها لكم هكذا باش تشوفوها مليح. هذه هي، تجي لذيذه جدا وروعه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وتجربوها انتم تاني. كالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.